ابراهيم محلب رئيس الوزراء عمل لجنه الشهر اللي فات وراحت سويسرا والتقت ولجنه استخدامات. بصراحه طالما الموضوع ما فيهوش امل، اللجنه دي ايه؟ عشان تهدي الناس يعني، ولا عشان ترجع اموال فعلا؟ لو كانت هذه اللجنه هترجع الاموال فعلا كانت رجعتها الاربع لجان اللي فاتوا. الله عليك يا دكتور. كويس، ده نمره واحد. نمره اثنين، في مثل هذه الحالات الكلام ده حصل في دول كثيره زي امريكا اللاتينيه وبتاع، بالانقلابات اللي كانت بتحصل وهروب بعض، كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا مكتب محاماه مخصوص. هذا المكتب بيستطيع من خلال مخبرين خاصين انه يتتبع الاموال دي في البنوك المختلفه باتصالاتهم. طبعا. ويعرف المبلغ ده دخل امتى وجاي منين. ها؟ باتصالاتهم حتى ببتوع البنوك. بس هذه الوكالات او هذه المكاتب بتاخذ اموال باهظه وبعدين بتتعاقد مع الدوله او طبعا. على ايه؟ على انه بعد ما يسترد الاموال بياخد نسبه منها، يعني ياخد 20% من الاموال المسترده بالاضافه الى مصاريفه اللي هو بيحصل عليه. فطبعا دي تكلفه باهظه طبعا. اعتقد ان التكلفه الباهظه دي تمت بالفعل، تمت، بس مش عن طريق المكاتب، عن طريق اللجان. اللجان صرفت كتير قوي، اللجان صرفت كثيرا ومفيش حاجه رجعت. وبعدين انا النهارده كلجنه رسميه بروح يعني هيسيبوني ان انا اعمل تحريات واشوف الاموال دي؟ مش ممكن، مش ممكن. عامة يعني انا على المستوى الشخصي استفدت كتير جدا من هذا، حتى لو كان الاستفاده محبطه، لكن على الاقل عرفنا راسنا من رجلينا على الاقل من هذا النقاش.